تمثل في أعلى رتبة فنية في القوات المسلحة وهي القائد العام، والعمل السياسي الذي يحتك بالقوات المسلحة اللي بيبقى متمثل في وزير الدفاع، على اعتبار أن الوزراء كلهم سياسيين بالأساس، عملهم سياسي بالأساس، ليست لهم أي علاقة بالعمل الفني غير سياساته والإشراف عليه. لذلك وجب أن يكون القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الأركان باعتباره أعلى رتبة فنية في القوات المسلحة، أما الوزير فيكون منصبا سياسيا يدير سياسات إدارة الدفاع تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو لا نجد الدستور قد تحدث عنها على الإطلاق، وهي ما هي القواعد المنظمة لاستدعاء القوات المسلحة بأي ضرورة مدنية داخل البلاد. بمعنى لو حصلت أي كوارث طبيعية أو أي كوارث نحتاج فيها لتدخل القوات المسلحة، ما الذي سينظم هذا التدخل؟ هذا التدخل لابد أن يكون منصوص عليه في الدستور بأنه يتم باستدعاء من رئيس الوزراء، استدعاء رسمي من رئيس الوزراء، يأتي بعده استجابة من رئيس الجمهورية بأن يدعو القوات المسلحة للتدخل المحدود لفترة.